no doubt about it. Gino! Right up there, Gino! Gino! خلاص يا عطية، خلصت على الجهاز اللي دادي جايبه لي كله. دادي؟ دادي مين ده يا بت؟ بابي. برعي؟ برعي المنجد باسمه دادي يا بنت المنجدة. بقولك يا بت، صمت تام. جري حالا تروح تجيبي لي الواد بتاع الدش. حاضر حاضر. خلاصي. اهو جه اهو اهمد بقى. خلاصي. مساء الخير، ده منزل الاستاذ عطيه ابو الضلوع. اه انت بتاع الدش؟ اسمها بتاع الدش، اسمها انا المهندس فني الكترونيات. طب خش يا باشمهندس الكترونيات قول له الكلام ده جوه. حاضر يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. لا لا مؤاخذه، سوري، انا اسف سامحني اصلا. مساء الزفت والاطران عليك. انا اسف يا حاج، انا اسف. انت بتاع الدش؟ ايوه يا فندم، انا مهندس فني الكترونيات تحت امرك. ولا انا اسف. ولا في ايه يا فندم؟ عارف لو ما ظبطتش الدش ده انا هعمل فيك ايه؟ هتقعد تشوف شغل كده. مش هضربك بايدي دي. لا بلاش دي، بلاش. عشان دي ضربت العظلاء. اندرتيكر وهوجن. هو في ايه؟ انا هضربك بايه بقى؟ صاعق الناموس. صاعق ناموس؟ ايه ده، انا حشره؟ هو ابوكي ماله، مجنون ولا ايه؟ اهلا جوز حضرتك. ليه عملوه ده؟ انت صباع من صوابعه. امرني يا فندم. انت شكلك مستبزني. مستبزك ليه يا عم؟ انا لسه انا جاي اصلح لك الدش. شكلك مستبزني. فين بطاقتك يا بطاقتي؟ ليه حضرتك وانا على المحور؟ ايه موضوع بطاقتي ده؟ اديله البطاقه. اتفضل يا حبيبي، بطاقه. اتفضل يا فندم، ما تقلقش كله هيبقى زي الفل. تصدق شكلي اديتها للجنه وما ادوهانيش تاني. معلش 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 معلش. بطاقتك فين؟ ما انا بدور عليها حضرتك، اصل انا اتفاجئت، انا جاي اصلح مش جاي اطلع لجنه ولا اقدم في التجنيد. خلي موضوع البطاقه ده بعدين، سيبني اصلح لك المصلحه. اوكي. انت اسمك ايه؟ ايه اسمك ايه؟ مش مشكله اسمي، خليني انا. اعرفني بشغلي، اعرفني بشغلي. ايه اللي هربان منك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه كان عند الساموراي؟ ساموراي ايه ده؟ انا عندي شويه قنوات بتنزل شغل احلى من اللي في الساموراي. لا، قناه الساموراي بقالها 3 ايام بتقطع، والنهارده قطعت. اسمع كلامي بس. اسمع كلامي، انا هجيب لك قنوات بتجيب شغل احلى من الساموراي. ايوه، العظماء السته. سته؟ ايوه. العظماء سته ايه يا ابني؟ العظماء السبعه. ما الزعيم بتاعهم مات من شهر، انت مش متابع، شكلك مش متابع. انا هدلعك. سبعاوي مات. ايوه، هو يعرف السبعاوي؟ سبعاوي مين؟ ده انا بهجس معاك يا اخ. واحد الله، واحد السماوي البيت. هو قريبه يا مدام؟ قريبه؟ طب خلاص لو سمحتوا، عايز ريموت التلفزيون عشان ابدا اشتغل. ريموت هتلاقيه هنا ولا هنا؟ ادور عليه، انا بشتغل عندكم مش بيتكم. ريموت فين يا عم؟ ما تهدى بقى، وترتنا. دور على ريموت. انا ادور ليه وانا مالي ومش بيتك؟ اجري دور على ريموت. يلا، هو انت طبيعي ولا هو اللي مش انتوا؟ انتوا شكلكم انتوا الاثنين. ادور عليه فين؟ دور عليه هنا. حاضر، انا بشتغل عندكم. ودور انت كمان هنا. خد ايه اللي حضرتك؟ ما في، ممكن تقول لو سمحت. انا اقول اصلك واخد نص الشقه، فممكن يكون موجود. اولني ما بقومش، انا اسف. انا اعتمد على نفسك. استنى، اعتمد على نفسك. استنى، لف لف. يا نهار ازرق ومنير. طب حضرتك، طب بسيطه، انا ممكن انزل اجيب 12 ريموت واجي لك على طول. ليه ليه انت شاكك فيا؟ بطاقتي، بطاقتي معاك اهي، بطاقتي معاك اهي. لو مش واثق فيا، انا شاكه ان هو اللي خد الريموت اصلا. تنقاش ده، انت نقاش. ايوه، في ايه نقاش؟ بس هوايتي الاساسيه واللي ناجح فيها الالكترونيات، ما فيهاش حاجه يا جماعه. ولا ايه؟ ولا انا الريموت ده بالذات لازم تجيبه لي. عارف ليه؟ ليه؟ هو ايه الموضوع؟ خير يا فندم؟ انا كان عيد ميلادي الاسبوع اللي فات. كل سنه وحضرتك طيب. وماما الله يرحمها جابت لي هديه قبل ما تموت الاسبوع اللي فات. امك ماتت الاسبوع اللي فات وبتتفرج على التلفزيون ده؟ انت البعيد ما عندكش دم. والله الراجل ده ما عنده دم. خلاص واحد الله. طب اعمل ايه؟ انزل اجيب لك ريموت واجي يا فندم. لا انا عايز الريموت ده. طب هو بتاعي، انتوا اصحاب الشقه مش انا. الريموت ده، بصي الواد ده انا شاكك فيه. شاكك فيه ايه؟ وانا كمان شاكك فيك ان انت اللي خدت الريموت. لا تبان عليكم عيله مجنونه وانا وقعت فيك. واحد الله واحد الله. تعالى بس ما تلفش. هو بيعمل بيوطي فجاه في وشي ليه كده؟ تعالى استنى. ايه ده؟ ما الريموت اهو يا هوب يا هوب. موت اهو. خد يلا الريموت اهو. اهرب اهرب. وحياه امك وهسيبك. بطاقتك معايا. الريموت الريموت الريموت. تعالى. الحمد لله الحمد لله، ما فيش حد شافني وانا داخل العمارة. انا هعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ يا نهار اسود. مين مين؟ الو، فين الريموت؟ هجيبك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. وادي التليفون، وادي التليفون. اعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ الراجل ده شكله مش هيسيبني في حالي. من بيتك مين؟ الباشمهندس كريم النقاش. ازيك يا خالد؟ ازيك؟ ايه ده؟
مال لونك مخطوف كده ليه؟ بقول لك ايه، ما تقرفنيش. ازيك وماما عامله ايه؟ كويسه؟ انتهينا. لا ولا لوني ولا زبت. قول لي لونك مخطوف كده ليه يا سيدي؟ انا مخطوف ولا حاجه خالد، ما تقرفنيش بقى. لا والنبي تقول لي. عليه الصلاه والسلام، انا فورت يا خالد وقررت اهرب. ايه ده؟ انت كمان؟ اه، وفي حد تاني هرب؟ انا كمان هربان. هربان ليه؟ من الاكتئاب. انت لسه عندك الاكتئاب؟ ما تجمد بقى خالد شويه بقى، عيب يبقى جاري كده. اجمد بقى، مش انا لوحدي اللي هربان، ده كل العماره هربانين. تكلم بجد؟ اعتريني بقول مفيش حس في العماره. مين هرب يا خالد؟ عرفت انت ماجده اللي في الدور الاول؟ اه، هربانه. هربت ليه يا خالد؟ بس مش كلها هربانه، مش كلها دماغها هربانة. بس اللي هربانه منها. ومين تاني؟ طنط سوسن اللي في الدور الاخير هربت برضه. ايوه الله، انت عارف كل الستات اللي هربت؟ مفيش راجل اخباره عندك؟ ما تجمد يلا وتقعد مع الرجاله بقى. بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه؟ تيجي نهرب مع بعض؟ وربنا ما هرب معاك. عايز حاجه تاني؟ ليه كده؟ كده والله ما هرب. اذا كان انا هربايه الناس كن معاك في عماره واحده من رغيك ورزلتك. والنبي اهرب معايا. اهرب مش معاك. ههرب معاك، ما تقرفنيش بقى بدل ما عورك. يوه، ايه ده عيل الرزق ده؟ هو ده وقته؟ دماغي وجعاني وودني كمان وجعاني، مش عارف ارد. طب ايه، ارد لك انا؟ لا لا، هفتح السبيكر. الو، فين الرب؟ تعطيه. عطية مين؟ وربنا عطية. ده عايزك انت. مش هبقى. ارمي التليفون، ارمي التليفون. ايه ده؟ ارمي. روح استخبى عند امك. اسكت انت. طب هكلمه، يمكن عايزك ولا لا. مش عايز، انا مش عايز. يا كريم تعالى هنا، انا بقول لك ابعد. يا كريم سبحانك يا رب في حكمتك، فجأة قرر اهرب من بيتي ومن دنيتي اللي انا بحبها. واهرب عشان ايه؟ يا ريت عشان حاجة مهمة، حاجة تافهة. ريموت اسيب السطوح اللي اتربيت فيه وكبرت فيه، اسيب الدشات اللي كنت بلعب فيها رايح جاي وانا صغير. الدش دوت بتاع انكل عبد الحميد اللي في الدور الثاني، انا عارفه، ركبته معاه، بس كان راجل رخم، انا بوظهولي. يلا العرب ساتي الجميل، لكل العماره فرحت لما ركب. بس خلاص بقى، انا ههرب وهم يقعدوا يتفرجوا. ان شاء الله عنهم ما اتفرجوا على حاجه، بس انا هبوظ كل الدشات. ممشيش انا وهم يطلعوا يتهنوا بالسطوح اهو، كله غلط. يلا يلا، والتكعيبه اللي انا عاملها بايدي، كل ده ريموت يضيعه. يا رب يا رب. ايه ده؟ ابويا ادعيلي يابا، ادعيلي يا امي، ادعولي في رحله الهروب الكبيره اللي هبداها. ما شاء الله عليك ابويا. بص ابويا كان برنس ازاي، وقمر، وامي وشها زي القمر. بس شكلها كانت بتشتغل عنده في الاول، لانه المستوى فيه فرق كبير. بس ام ابويا هعمل ايه؟ والنبي تدعولي. يا نهار اسود، انا فجاه قررت اهرب. طب اهرب اروح فين؟ ارض الله كبيره قوي، دي لازم خطه. انا اول هروب ليا في الشقه اللي تحتينا عند عمتي، عود لي بتاع شهرين يهدوا عليا شويه. بعد كده رحله الهروب الطويل شويه في الشارع اللي ورانا، اقعد لي سنه يكونوا نسيوني. بعد كده اجي اختفي هنا بقيت عمري. هي دي خطتي بامر الله. رايح بقى عشان شكل الرحلة هتتعبني شوية. هو فين؟ هو ايه؟ مش عارف، احنا بقالنا 3 سنين بنسألها هو فين، لحد ما نسيت احنا بنسألها عن ايه. كده القفاح هيبهدلنا، ده ممكن يموتنا. لا بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب. ايه هو؟ هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ هو ليه؟ هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ مش عارف ابرق. اعترفت سونسون. يعني ايه؟ ما اعترفتش. طبعا. وهتعترف ازاي؟ ما انا معايا 2 نسوان، لو معايا رجاله كانت تعترف، لكن انتوا بقالكم 3 سنين بتستجوبوها. طبعا هتعطوا لي بقى بقى بقى. اوف هات. عارف انا بسكر اوفر كده ليه؟ عشان اغيب عن الوعي. رميتوا التلفزيون فين يا بت؟ وديتي الريموت فين يا بت؟ اه صحيح، ما انت في بلاستر، هتتكلمي ازاي؟ طبعا ما انا معايا جزء اغبيه بتستجوبوها وحاطين لها بلاستر. يا جدعان ايه يا جدعان؟
يا جدعان رعوني بقى، ده انا بدفع فلوس ومهدد نفسي في الاخطار اللي في البحار وقرصان ونيل. الله ماشي ماشي، وديت الريموت فين يا بنت؟ اكلمك ادي حجتك اهي. فين الريموت؟ ما خلاص تستهبل، مش بتلك الزفت. فين يا بنت الريموت؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. تقول لك في الليفينج؟ فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم عند الليب. عند الليب. انت جبتها منين دي؟ الحلوه منين؟ من سافت. في حاجه؟ اجدع ناس سافت وناس سافت. ثانيه واحد، ما ايه؟ ما قالك شلت البلاستر؟ قالت في الليفينج، مش محتاجه مجهود صح؟ انا في حاجه كده نفسي اعملها وانتوا حسيتوها. خايفين، انتوا خايفين صح؟ معلش معلش سيكو مرمس. ما بفهمش كلام. ايه الاوفر ده؟ انضربت بصاروخ. ايه يا عم ده؟ معلش مش هتفرق. بقى اهد ولا اقول لك سلامت؟ قتلتهم كلهم. لبس دي الركاله. اسمع الله عليك. ايه يا قمر؟ الله يخليهم لي. اتكل على الصبر وانا اروق. ايه ده ايه ده؟ ده انت فهمتيني غلط خالص، ده انت طلعتي مراهقه. انا راجل ما بركزش في شهواتي، انا عايز الريموت وخلاص. فين الريموت؟ لا فينك. يا لهوي يا لهوي يا فضحتي. جري يا بنت وانا اغتصبك. بقول لك هقتلك. عارفه ليه؟ عشان اتفرج بالريموت لوحدي في الليفينج. اي بقول لك ايه؟ بقول لك ايه يا بنت؟ الريموت الصغير بتاع الدش معاك؟ اوكي والله بشكري قوي. هات هات بق. انا مش لسه ضربك طليتين، انت هتستظرف. مساء الخير ابو جمانه. ايه ده؟ انا رجلي الخشب منمله ليه كده؟ في الليفينج تحت الكليم عند جلاب. 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 يا اخويا بطل السبيرتو اللي بتشربه ده، هيتموت. الريموت يا فوزي، الريموت يا فوزي بتاع ماما. لازم اجيب الريموت بتاع ماما، لازم اجيب ريموت ماما. وبتاع الباب. مساء الخير. انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ معلش خديني على قدها عشان انا هتجنن. خديني على قد عقلي. انت عندك سجاده؟ عندك سجاده في البيت؟ لا عندي كليم. عندك ايه؟ كليم. قوليها بصوت عالي. عندي كليم. وعندك ايه من الاجهزه والالكترونيات خاصه بيكي؟ ده سؤال برضو؟ عندي لاب. هو ده الكليم واللاب. تعالي قفشتها لك يا اللي قاعد. انت بتشرب ايه؟ ثلاث خمسات يا هايب. خد خد. اسمع اللي اقوله لك. انا نمت شويه وربنا كرمني، شفت المنام طلع كل الحقيقه. شفت ان احنا كلنا في بحر وناس لابسه لبس غريب ومش عارف من الناس دي كلها الا الوليه دي. بقول لها فين الريموت؟ كنت انا لابس برضو لبس زيها زي اللي في البحر. قالت لي الريموت تحت الكليم عند اللاب. تحت الكليم عندي ايه؟ عندي اللاب. بس تعالي نمشي ورا بعض بقى. فين الكليم؟ ادي الكليم. تعالي هنا، تعالي وليه هنا. فين اللاب بتاعك؟ فين اللاب؟ ادي اللاب. فين؟ ايوه وادي الكليم. طب نقلب كده. قلبي. الله اكبر. الريموت 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 بتاع امك اهو. يهبل يهبل امسك. الله يخرب بيوكو. اوعى يحصل لك حاجه في التلفزيون وتبعت لي تاني. خد ايدي مني. خد ايدي. خد في خلقتك. خد ايدي مني. قرف. اوعي. يلا يا نبي. يلا خد ايدي. انت بتخونيني يا بنت. نبي يا اخي عشان تبطل تتفرج على قنوات المصارعه دي وتقعد معايا شويه. انت مالك؟ انت مالك تاخدي ريموت ماما ليه؟ تاخدي ريموت ماما ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هطلعك بالثلاثه. عايز اتفرج على الريموت لوحدي. امشي امشي. تعالي لي يا ماما، تعالي لي يا ماما حبيبتي. الحمد لله ماما جابت لي ريموت. الله يرحمك يا ماما، الله يرحمك.